السلام عليكم. عزيز بكوش من مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة المغربية. كما اغتنم الفرصة للذكرى الثانية لميلاد راديو أم أف أم من ماضية باش نبلغ التحيات ديالي والتقدير والاحترام للمشرفين على هذا المرفق الإعلامي خارج الحدود وعلى رأسهم الأخ والصديق عبد الزرات وكذلك الطاقم الفني والتقني. شكرا لكم، كنستمع لكم ولو أننا بعادين عليكم وندعو لكم بالتوفيق والنجاح. Thank you.